اهلا بكم في عرب اود واخر الاخبار العربيه والعالميه. اهلا لميس. اهلا خليل ويلا بينا نبدا حلقتنا النهارده. نجوم ومشاهير بحفل سحور مبادره مستقبلهم امانه. مبسوطه ان انا اكون معاهم النهارده. يسرى محنوش تشعل حفلها بتونس باشهر اغانيها. تسعة وثلاثين عام من الغرام بين ميرل ستريب ودون جامر. سيمون عن الجرأة في دراما رمضان 2017. نتغاضى عن الحاجات دي ويبقى في يعني رقية أكتر وإن إحنا نخلي الناس تقلدنا لأنها بتعجب بينا. ديانا حداد ووعد وملحم زين نجوم حفل دانكن دونتس. سياستي مؤخرا إنه ننزل أغاني سناجل. منظمة ال يو إن للاجئين تجمع النجوم في حفلها. بتعاطف جدا مع قضية اللاجئين بالذات. النجوم عن التصنيف العمري للمسلسلات ما بين مؤيد ومعارض. بلاس 18 ده كان اعتقد انه رأي القناة. دينا تكشف حقيقة تهديدها بسبب غرابيب سود. ابعدوا من هنا ابعدوا. الاعمال الاكثر جدلا على مواقع السوشيال ميديا في رمضان. بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير أقامت مبادرة مستقبلهم أمانة بلبنان حفل سحور، وطغت الأجواء الرمضانية على الحفل الذي أقيم في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم. أقام الدكتور أيمن البياع سفير النوايا الحسنة وأمين عام مبادرة مستقبلهم أمانة سحور بمناسبة الاحتفال بمبادرة مستقبلهم أمانة الخيرية التي تعني بكبار السن. وكان معنا لقاءات مع الحضور من الفنانين والممثلين اللبنانيين والممثلة المصرية روجينا وعرفنا آخر أخبارهم. حبينا إن احنا يكون لنا يوم برمضان، أوكي، إن احنا نحاول نحيي ليلة من أيام رمضان مع الصحفيين مع الفنانين مع أحبابنا الموجودين بيروت، لتكون عادة إن شاء الله كل سنة نقدر نعملها. عملنا أمس مستقبلهم أمانة، إن احنا عملنا إفطار لعدد من الصائمين اللي هو صارت أمس وأول أمس، الحمد لله كنا كثير موفقين فيها، وإن شاء الله هنكون موجودين بمصر. وبعد هيك كل عام وانتم بخير. طبعا دخلت العيد وما عندنا أول شيء، بعد ما نوقف كل شيء بدنا نطلع على الصومال. أنا مصمم إن احنا نطلع على الصومال لتكون إلنا طلعنا من الوطن العربي لندخل بشق تاني، لتكون في 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 مسار تاني عم نعمله، الصومال وصربيا إن شاء الله. بصراحة هذا الشهر الفضيل أنا كتير بحبه، وبحس أنه دايما لازم يكون في مشاركة لنا نحن كفنانين، خصوصي إذا كان في رسالة من الأشخاص اللي عم بيعملوا عشوات وإيفنتات ويدعوا للخير لمساعدة المحتاجين والفقراء مثل دكتور أيمن. أول شيء بتمنى له طولة العمر والتوفيق وبشكره على هذا العشاء، وأكيد أنا فخورة أني موجودة معكم الليلة. أنا اليوم حرصت على المشاركة لكرمال أدعم أكيد الجمعية، وقلوا يعطيهم ألف عافية. وحصريا العرب أود حضرنا أول مقابلة ومصالحة بين رويدة عطية وسمير المولى مدير أعمالها من بعد أزمة خلافاتها في التعاون مع المولى للإنتاج. هلا 20 يوم بتعرف شو بيصير؟ لا بعد 20 يوم ترجع بتتخانق. لا 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 ما بقى نتخانق إلا على أساس السنوية بالحياة، الأساس اللي بتخص شغلنا هذا خارج الصراع الإنساني حيكون، بس استنونا بعد 20 يوم شيء كتير حلو عم نجهز لكم. المشاكل بتوقع ورويدة يعني بنت البيت وبتضلها بنت الشركة بالنهاية وعزيزة وغالية، وشو ما يصير إجباري ترجع المي لمجاريها، مو آخر شيء ما بصح إلا الصحيح. بحب لأنه صار لي زمان ما شفت أصحابي، فمبسوطة كتير وعم بتعرف على كمان ناس جداد، فينعاد عليهم جميعا. كتير بشجع هيك سحور أو كان فطور لجمعيات خيرية، طبعا بكون أول من يتواجد فيها، وبدي أقول له لأيمن البيال بدي أقول له ألف يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يا رب تضل هيك مساعيك وتعمل أعمال خيرية أكتر وأكتر. أنا كتير مبسوط اليوم لأنه مش أول مرة بكون موجود مع الدكتور أيمن بهالمبادرة اللي عن جد عم بيعملها كتير حلوة للناس، عم بيساعد الناس، ويا رب الله يكتر من أمثاله. يعني بتلاحظ نحن
صرنا بزمن قليل الشخص اللي بيعطي من دون ما ياخذ، ودكتور ايمن من ضمنهم. على صعيد التوزيع عندي غنية نوار الزغبة نزلت حبة كراميل، عندي غنية لصابر الرباعي كمان تنزل بعد شي جمعة، وعندي غنية لأصالة نصري كمان هلا عم بوزعها، يعني مفروض من هون لشهر تكون على الهواء. مبسوطة ان انا النهاردة في بيروت، ومبسوطة ان انا في سحور مبادرة مستقبلهم أمانة، مبسوطة ان انا اكون معاهم النهاردة. مسلسل كفر ذهاب تأليف أستاذ عمرو سمير عاطف، إخراج أستاذ أحمد نادر جلال، بطولة النجم يوسف شريف. أنا مبسوطة جدا أن أنا بشارك في المسلسل ده، والحقيقة المسلسل عامل أعلى نسبة مشاهدة وناجح جدا جدا الحمد لله، وردود الأفعال هايلة جدا، وردود الأفعال كمان تجاه دوري كويسة قوي قوي. أنا بعمل زهرة أقوى ست في كفر دلهاب. وعن رأيها المتواضع عن نجمة رمضان 2017، من رأيي أنا روجينا. انا واثقه في نفسي، واثقه في الدور اللي انا عاملاه الحمد لله، لانه انا عامله دور مختلف. يعني انا مش غرور، ولكن انا واثقه ان انا عامله دور مهم جدا، دور صعب جدا، دور في تاريخي مهم، فده من وجهه نظري. اخبار بنتك ايه يا خواطر؟ كويسه كويسه قوي الحمد لله. سمعت ان الطبيب الجديد شافها؟ راحت المطربة يسرى محنوش حفلها الغنائي بتونس وسط حضور هائل لجمهورها اللي تفاعل مع الأغاني اللي قدمتها ضمن برنامج الحفل. كنا متواجدين مع يسرى طول فترة تحضيرها للحفل الخيري اللي حيته في المسرح البلدي بالعاصمة تونس. يسرى قدرت تسعد جمهورها بالحفلة بتقدمها أنواع مختلفة من أغانيها المفضلة لدى جمهورها. مانيش معاه برشا إنه الناس توري روحك تعمل أعمال خيرية بطريقة يعني معناتها تحسها زايدة شوية، ولكن زادة في نفس الوقت علاش ما نكونوش نحنا قدوة لغيرنا. ربي سبحانه معناتها أعطانا موهبة، وأعطانا زادة أونتر بارونتيز معناتها مش بوفوار، ولكن فما محبة، المحبة هذيك استغلها في الطريق الصحيح. يسرى بتعتبر كاظم الساهر أب الروحي ليها. ديما نقول ونرجع نقول اللي أنا نعتبره فرد من أفراد عائلتي، يعني كهو، يعني معاش النجم ما نقعد ما نكلموش، وهو كيف كيف الحمد لله. أنا الحقيقة مازلت نحب نعمل يعني برشا جويت مع كاظم الساهر. فلو كان للخصم رأي سدى وعقل يبيح به للرشاد. خطوات فنية مهمة تخطوها يسرى محنوش في الفترة القادمة. احنا بصدد تجهيز ألبوم، وإن شاء الله زادة بشكل فما مفاجأة قبل الألبوم. إن شاء الله عندي يوم 1 جويلية إن شاء الله حفل في سيدي بوزيد، فما سفر عنا إن شاء الله مصر قريبا زادة، فإن شاء الله إن شاء الله يا رب كل شيء. بعد الفاصل، ميرل ستريب نجمة هوليوود الأكثر وفاء في الحب، سوسن بدر تعليقا على تيم الجرأة، دراما الفيديو لها قواعد لازم نحترمها، فيديو يعني كل الناس بيتفرجوا عليه جوه البيت، اليو ان تحتفل بيوم اللاجئين بحضور عدد من المشاهير، لازم كل واحد فينا يكون صوتهم، إياد نصار التصنيف العمري ليس اختراع وموجود في كل المحطات والأعمال بالخارج في بيتي، أولادي عايزين يشوفوا هذا المساء وأنا بمنعهم. قبل الحلقات الأخيرة، نجوم على قمة المنافسة في السباق الرمضاني.
معروف عن النجمة ميريل ستريب إخلاصها وحبها لزوجها النحات دون جامر، حتى أن زواجها يعد من أطول الزيجات في عالم هوليوود. وتعبر ستريب دائما عن سر نجاح زواجها بجملة: كي يستمر الزواج إلى الأبد على شريكك أن يبادلك الأمور التي تحبينها. نادراً ما تستمر زيجات مشاهير هوليوود، فأكثرهم ما يتعرض إلى الانفصال بعد أعوام قد تتعدى 17 مثل بن ستيلر أند كريستين تايلر، وأحياناً لا يتعدى العام مثل جوني ديب أند أمبر هيرد. ولكن ميريل ستريب كسرت القاعدة واستمر زواجها إلى أكثر من 39 عاماً. دعونا في عيد ميلادها 68 نسلط الضوء على حياتها مع دون جامر. ميريل ستريب أكثر نساء العالم تأثيراً، تزوجت من الفنان التشكيلي دون جامر في العام 1978 وأنجب أولادهم الأربعة: هنري، مامي، غريس أند لويزا. بدأت علاقتهم عندما واجهت ميريل مرض الاكتئاب بسبب وفاة حبيبها النجم جون غازيل نتيجة لمرض سرطان العظام، الأمر الذي جعلها تبتعد لفترة عن الأنظار، ليقوم شقيقها بجلب صديقه دون جامر من أجل الوقوف بجانب أخته في هذا الموقف. لم يستطع دون جامر أن يمنع نفسه من الوقوف في غرام ستريب منذ أن قابلها لأول مرة، الأمر الذي جعلهم يتواصلوا عن طريق الرسائل الورقية إلى أن قام بالزواج بها بعد 6 أشهر من مقابلتها من وفاة حبيبها أيضا. I haven't got over John's death, but I've got to go on living, and Don has showed me how to do that. بعد عام من زواجهم أنجبت ميريل أول أبنائهم هنري، العام الذي فازت فيه أيضا بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم كرامرز في أس كرامر، وشاركها حينها النجم داستين هوفمان. I don't know how anybody can possibly believe that I have less of a stake in mothering that little boy than Mr. Kramer does. I'm his mother. توالت الأحداث والمواقف في حياتهم، ولم يمل دون أبداً من الوقوف إلى جانب ميريل، حتى أنه حين سئل عن رأيه حين أصبحت زوجته إحدى أهم نجمات هوليوود وكيف يسير الأمر معه، قال: نحن كأي زوجين نتجاجر على من يغسل الأطباق ويضعها في المغسلة، ولا أعتبرها سوى زوجتي الناجحة في البيت، كما أنها لا تحب أن نتكلم كثيراً عن أعمالها الفنية. رغم أن ستريب تعد الأكثر ترشيحاً في تاريخ جوائز الأوسكار ب20 ترشيحاً وفوزها ب3 جوائز أوسكار كأفضل ممثلة، إلا أنها دائماً ما تنسب هذا الفضل إلى زوجها، حتى أنها أثناء استلامها لجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Iron Lady في العام 2012 بدأت خطابها بشكر زوجها دون قبل أي شيء. First I'm going to thank Don, because when you thank your husband at the end of the speech, they play him out with the music, and I want him to know that everything I value most in our lives. فخلونا نقول لميريل and Don, live happily ever after, and happy birthday, Meryl Streep. كتير من الأعمال اللي شاركت في السباق رمضان الحالي كانت جريئة في بعض الأفكار والمشاهد، واختلفت آراء أهل الفن حول تيمة الجرأة الموجودة في الدراما السنة دي. حاجات لا تتلائم مع واقعنا ومجتمعاتنا العربية اللي هي متحفظة، اللي هي الأخلاقيات عندها حاجة مهمة قوي. بعتقد إنه شوية شوية الأمور يمكن تنتظم وترجع لطبيعتها. إحنا من زمان عندنا حرية، بس إحنا اخترنا نغير
زمان كان المايوهات عادي والبوس عادي في الأفلام، بس ما كانش فيه شتيمة. دلوقتي بقى البوس ممنوع والمايوهات ممنوع، بس فيه شتيمة. فالحريات اتغيرت، بس احنا طول عمرنا عندنا حريات. الجمهور بيتفرج والجمهور بيبدي رأيه، وانا احد الجمهور. بتمنى جدا انه لو في الفاظ زي ما حضرتك بتقول او زي ما هشوف نتغاضى عن الحاجات دي، ويبقى في يعني رقية اكتر، وان احنا نخلي الناس تقلدنا لانها بتعجب بينا. مش قادرة أقول إن أنا شايفاه قوي لأن أنا مش متابعة قوي، إنما لو أنت كمشاهد وبرضو معانا في البزنس بتقول كده، يبقى لازم نخلي بالنا، لأن ده فيديو، ما هوش سينما. فيديو يعني كل الناس بيتفرجوا عليه جوه البيت، أطفالنا وأهالينا وإخواتنا وأولادنا وأبهاتنا وأمهاتنا، فلازم ننتبه. دراما الفيديو ليها قواعدها وليها قوانينها اللي لابد من احترامها، ومحدش هيسمح أبدا بتجاوزها. في السينما يتجاوزوا، اللي عايز يتجاوز يتجاوز براحته، اللي هيروح سينما يروح، واللي مش هيروح هو حر. لكن في الفيديو إحنا اللي لازم نخلي بالنا من ده. يعني في جرأة فين يعني؟ إنه في لحظة إحنا لو هنتكلم، يعني ياما مدحنا المسلسلات التركية وما أعرفش إيه لأنها بتلامس الواقع. لو لمسنا الواقع بتقولوا دي جرأة، ولو ما لمسناش الواقع بتقولوا ده مش حقيقي. أنا مع الممثل يمثل اللحظة زي ما هي، بليفل عالي في التمثيل، والناس ما تشوفش إلا لحظة التمثيل فقط لا غير. بعد الفاصل، سوزان نجم الدين وفائزة السعيد على مائدة سحور دانكن دونتس. سعيد بهذه الدعوة من الأخت الفنانة النجمة الكبيرة سوزان نجم الدين. النجوم يدعمون منظمة UN للاجئين. زيادة توعية لمأساة ومعاناة اللاجئين في الوطن العربي وفي العالم كله. منذ ريحنا، التصنيف العمري للمسلسلات لن يواجه الانترنت. اللي دلوقتي اللي عمره 10 سنين معاه الموبايل وممكن يدخل على أي حاجة في الدنيا. دينا لما توقع النجاح لغرابيب سود في مصر. عايز تقتل البطن اللي شالتك 9 أشهر. دراما رمضان والسوشيال ميديا. بحضور نجوم الفن والإعلام، أقامت العلامة التجارية دانكن دونتس سحوراً رمضانياً، وأحيا الحفل الذي قدمته سوزان نجم الدين كلاً من ولي توفيق وحاتم العراقي. وتم تكريم عدد من الفنانين، وكان من أبرز الحضور وعد وديانا حداد، ملحم زين، وفايز السعيد. غلبت الأجواء المرحة والعفوية على السحور وكأنه سهرة عائلية، وتألقت سوزان نجم الدين بتقديمها لبرنامج الحفل وبحضورها المميز وأناقتها المعهودة. بنشوفك وجه إعلامي لدانكن دونات، صحيح، وإلي الشرف بهذا الشيء أكيد. والسحور كان ما شاء الله في مجموعة كبيرة من الفنانين والإعلاميين. أكيد كلهم أصدقائي والله، وشرفوني، خصيصاً كل واحد إجا من بلده. ولم يخلو التقديم من بعض المواقف الطريفة، فالفنانة وعد استعدت لتكريمها بعدما عرضت صورتها على شاشة التكريم، لكن سوزان وجهت التكريم لديانا حداد، ما تقبله الجميع بروح فكاهية لتكرم وعد بعد ذلك. وكان على رأس المكرمين الفنان وليد توفيق. عم نسمع أنك بتجهز أكثر من عمل بعد العيد إن شاء الله. والله إن شاء الله حنصور حبتين، الدنيا ماشية، هتسيبين الدنيا ماشية، ولو نويتي تودعيني لمي حاجتك وانت ماشية. الفيديو كليب كيف حيكون ووين حيكون؟ يعني في كليب حيتصور بتونس ان شاء الله، اللي هو كيفاش وعلاش، وحبتيني حنصورها في مصر لانه طبعها وجوه مصر ان شاء الله. ديانا حداد التي عادت لتوها من عمرها ارتدت قفطانا مغربيا مناسبا لاجواء الحفل. بعدني راجعة، صار لي تقريبا يومين، فصار لي 5 سنين معزمة، سبحان الله هالمرة اجت بوقتها. نسمع انك عم بتجهزي اشياء جديدة بعد العيد، مجموعة من الاعمال ان شاء الله. ان شاء الله هلا في عملين، طبعا كنت مؤخرا بجورجيا صورت اغنية ان شاء الله، وفي اغنية تانية، في اغنية بلهجة لبنانية، في اغنية بلهجة العراقية، رح ينزلوا قريبا. الالبوم تقريبا صار جاهز، بس ما رح نزل البوم،
يعني سياستي مؤخرا انه ننزل اغاني سناجل. وبعد عودتها من العمره ايضا تالقت وعد قفطان مودرن ردت به على الانتقادات التي يوجهها البعض لملابسها. المثل يقول كل على كيفك والبس على ما ذوق الناس، انا اكل على كيفي والبس على كيفي، واللي مو عاجبه يسكر القناه وما بيشوفني وخلاص. ثلاثتك اليوم خبرينا شوي عليها. وعد لاين مكتوب حروفي وعد لاين. انا افضل اني انا البس من تصميمي لانه انا مش لانه دعايه لي بس لانه انا اعرف اللي يناسبني. الفنان فايز السعيد كان من ابرز المكرمين وحرص على اخذ لقطات تذكاريه مع اصدقائه من الوسط الفني. سعيد بهذه الدعوه من الاخت الفنانه النجمه الكبيره سوزان نجم الدين، ولولا معزتها ما جينا. بعد رمضان ان شاء الله شو حنشوف جديد؟ والله ان شاء الله بينزل لي كليب في العيد، اغنيه اسمها ما تغير شيء من كلمات الشاعر الكبير محمد سعيد الضنهاني. وكرم ايضا الفنان ملحم زين الذي يستعد لاستئناف انشطته الفنيه بعد رمضان. على العيد عندي بالكره البيتش بلبنان وعندي بشرم الشيخ حفله، وبعد العيد دغري بيوم او يومين الالبوم ان شاء الله 30/6 تاريخ 30/6 راح يكون الالبوم كله موجود بالسوق. بحضور عدد من المسؤولين احتفلت منظمة اليو ان بيوم اللاجئين مع عرض عدد من الأفلام التي تناولت قضايا اللاجئين، كما تم تكريم عدد من المشاهير ونجوم الفن عن أعمالهم التي تناولت تلك المشاكل. الرحلة من غير أمان ما فيهاش حاجات تفرح. حريص عدد كبير من نجوم الفن على حضور احتفالية الأمم المتحدة لدعم اللاجئين، وكان من ضمن أبرز الحضور الزعيم عادل إمام. هذه المؤسسة الإنسانية العظيمة المفروضة العليا لشؤون اللاجئين لازم تاخد نوبل. المفروضة دي شيء عظيم جدا موجود في الدنيا، بتقولي الإنسان أنت إنسان. تضامنا مع اللاجئين قام عدد من الحضور برفع لافتة كتب عليها مع اللاجئين. لصبا مبارك دور كبير في دعم اللاجئين حيث شاركت مؤخرا في إنتاج فيلم مسافر حلب اسطنبول وهو من بطولتها أيضا الذي يناقش مشكلة اللاجئين السوريين. وصبا هي الممثلة الوحيدة بالفيلم وباقي الممثلين والأطفال هم لاجئين حقيقيين. توجهت إلى تركيا وابتدأت على العمل في مشروع فيلم سينمائي بناقش قضية مجموعة من اللاجئين السوريين في تركيا. تسجيل أكثر من 65 مليون لاجئ في كل دول العالم، هذا العدد كان الأكثر منذ الحرب العالمية. بس الشواطئ معباية زبالة. الناس ابتدت وصلت لمرحلة أنها بتتفرج على نشرات الأخبار وتعدي على الناحية الثانية، والناس دول بالنسبة لهم مجرد أرقام مش أشخاص. كان يا مكان قديم السفر. توعيا للاجئين قام عمرو سلامه باخراج اغنيه Dangerous Crossing التي شارك فيها هاني عادل مع عدد من المطربين الافارقه. زياده التوعيه لمأساة ومعاناة اللاجئين في الوطن العربي وفي العالم كله. وعن تأجيل فيلم الشيخ جاكسون. احنا فيلم الشيخ جاكسون ما كانش اتحدد له ميعاد عرض، في ناس توقعت انه ينزل في عيد الفطر، بس هو لا لسه شويه لسه ما خلصناش ولسه بنحاول يعني في طريق المهرجانات العالميه ان شاء الله نحاول نخش مهرجان عالمي مهم بالفيلم. ومن ابرز الحضور ايضا كانت الفنانه درة. بتعاطف جدا مع قضيه اللاجئين بالذات لانه ده حد ساب بلده ارضه وطنه حياته. اما عن عدم مشاركتها في السباق الرمضاني في 2017 انا يعني اول سنه ليا ما اعملش دراما في رمضان،
يعني يمكن ده تغيير بالنسبة لي، كنت عايزة أشوف كده أبعد شوية وأشوف من بعيد. كان معروض علي أعمال بس ما حسيتش إن هي دي الأعمال اللي أنا نفسي أقدمها دلوقتي أو إن هي يعني هتضيف لي. لما سألناها عن رأيها في الأعمال الرمضانية قالت لنا لا أنا مش هقول إيه اللي عجبني وما عجبنيش، في مجهود معمول وفي أعمال حلوة أكيد وبهنيهم كلهم. عبرت تارا عماد عن رأيها في قضية اللاجئين قائلة لازم كل واحد فينا يقف في صفهم، لازم كل واحد فينا يكون صوتهم، يحاول يساعدهم بأي طريقة. خليك هنا عالشط، خليك مع ناسك. شاهدت دراما رمضان الحالي تقليدا جديدا ومختلف عليها، وربما اعتدنا أن نراه في السينما وليس بالتلفزيون، وهو تحديد التصنيف العمري للجمهور المسموح لمشاهدة المسلسل. رأينا على شاشة التلفزيون قبل بدء عرض كل حلقة عمر محدد مثل فوق ال 12 وفوق ال 16 عام وغيرهم، وقد يختلف من حلقة لأخرى ومن مسلسل لآخر، وكان للنجوم وجهة نظر في هذه الظاهرة. في تصنيف عمري موجود على 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 شرط البداية قبل المسلسل، بيقول لك والله ده فوق ال 16 سنة أو فوق ال 18 سنة، فاحنا منوهين يعني. انا شايف انه كويس جدا عشان اعرف اشتم براحتي. بس يعني ده تعليمات رقابه المصنفات الفنيه وبنحترمها وبنحترم كل قرارات، لا اتدخل في هذا لان ده شغلهم، زي ما انا راجل عضو مجلس نقابه وليا شغلي وراجل ممثل ليا شغل، ده شغلهم ولا تدخل، ويحترم احترام تام. بقول على ده بلح لانه طبعا احنا في البيت، انت هتقدر تقول طفل صغير ولا هتقول صبي ولا صبيه تقول لهم لا والله بلاش المسلسل ده عشان ما ينفعش؟ لا، الكلام ده في السينما لكن مش في التلفزيون. انا شايفه ان دي فكره ذكيه جدا علشان خاطر ما تخضيش المشاهد، لازم نقول له ان احنا بنتكلم عن مواضيع كبيره على يعني اعمار معينه مش المفروض يتعرضوا لها، المفروض يكونوا بيفكروا في حاجات تانية، مذاكره، اللعب، حاجات كده. احنا دلوقتي عارفه عملنا اللي علينا، الباقي على الاهل، لو الاهل خايفين على اولادهم يعني لازم بس يراقبوا كده، يلقوا نظرة سريعة هما بيتفرجوا على ايه. انا اول مرة اشوف انه بلاس 18 لما اتزع اول يوم في رمضان، يعني لما بيجيلك السكريبت بيجيلك انت بقى اللي بتقيمي المشاهد جميلة مش جميلة، مبالغ فيها، تحبي تعمليها، تقدري ما تقدريش. بس بلاس 18 ده كان اعتقد انه رأي القناة، لانه المسلسل بيتناول حاجات شديدة الحساسية في العلاقة ما بين الرجل والمرأة. ليه تخلي أطفال صغيرين يتفرجوا على حاجات مش المفروض يتفرجوا عليها؟ يعني هما هيبقوا أطفال لمدة قد كده في حياتهم وهيبقوا كبار طول عمرهم، وهم أطفال تخليهم يتفرجوا على حاجة الكبار بتلخبطهم. التصنيف العمري اللي أنت بتقولي عليه ابتدى يبقى ظاهر على الشاشة، ده بلس 18 وده بلس، ده أنا شفت حاجة بلس 13 باين يعني، وفي حاجة بلس 21، يعني اللي يتفرجوا عليه يبقى لازم عندهم 30 سنة. ليه؟ هو إيه اللي بيتقدم فيه؟ يا جماعة ده جهاز بيخش البيوت، ولادنا بيفتحوا، ما تقولش لا انت متحكم في الريموت كنترول طول الوقت، غصب عنك ابنك بياخد منك الريموت وبيفتح التلفزيون، لازم نخلي بالنا. انا بالنسبه لي مناسب جدا، لان انا حتى في بيتي اولادي عايزين يشوفوا هذا المساء وانا بمنعهم، انه اجرائي كاب انه ده بلس 18 فما تشوفهوش. ففكره انه هو اللي فوق ال 18 ده صحي وده صح، عشان اللي هيهاجم او حتى يهاجم ان هو ده مشروع واضح لمين. في مش شرط تكون الفاظ مسيئه، بس الفاظ ما ينفعش طفل صغير يسمعها ويرددها، يعني لازم مش شرط تبقى الفاظ جرحى يعني، بس هو ما ينفعش تتقال دلوقتي او تبقى هي دي في اللغه بتاعته في سنه صغير كده. فانا مع التصنيف العمري طبعا. التصنيف العمري للمسلسلات ما اعرفش لو ده هيكون حقيقي مع عصر الانترنت اللي دلوقتي اللي عمره 10 سنين معاه الموبايل وممكن يدخل على اي حاجه في الدنيا، وممكن يكون اوعى مني واوعى مننا كلنا. انا مشكلتي بالمسلسلات في لحظه انه في فئه عمريه لازم نخاطبها دلوقتي، بلس 18 بلس 15 ده يعني بلس 15 ده ممكن شايف اللي احنا مش شايفينه لحد دلوقتي. بعد الفاصل
دينا تكشف حقيقة تهديدها بسبب غرابيب سود. ابعدوا من هنا، ابعدوا. أكثر المشاهد جدلاً في المسلسلات خلال الأيام الأخيرة. أطالت الفنانة دينا على جمهورها في رمضان بمسلسلين، الأول الحرباية مع هيفا وهبي والتاني غرابيب سود، واللي أثار جدل كبير لأنه بيفضح ممارسات تنظيم داعش الإرهابي. التقينا دينا في حوار خاص حدثتنا فيه عن كواليس العملين، وكشفت لنا حقيقة تلقيها تهديدات بسبب مسلسل غرابيب سود، وما هو تعليق شقيقتها المنتقبة على المسلسل. إيه اللي عملته في نفسي ده؟ أنا هنا عشان إيه؟ عشان أرجع مين؟ هي ليست فنانة استعراضية فقط، ولكنها واحدة من أقوى ممثلات جيلها. هي الفنانة دينا التي اختلف الجمهور والنقاد على أدوارها خلال شهر رمضان. ردود الأفعال كويسة الحمد لله، يعني الاثنين مختلفين قوي عن بعض. يعني مثلا في غرابيب سود بيقولي نكتي علينا، في الحربية يقولولي لا دمك شربات بتاع، يعني ده سكة وده سكة تانية خالص. منذ إطلالتها الأولى علينا في أول مشاهدها في مسلسل الحرباية، أثارت دينا الجدل حولها، وذلك بعد تصويرها بزاوية معينة مما أدى إلى استياء الجمهور. أنا والله أنا كنت لابسة حشمة على الآخر، يعني محدش يقدر يقول إن أنا كنت لابسة عريان ولا كنت لابسة عريان. الشخصية دي أدائها هي ست شمال، فهي وجهة نظر مريم إنها تقدمها من أول لقطة إنها مش مظبوطة، يعني لا طريقة مشيها مظبوطة ولا بتتصرف زي بقية البنات العاديين. وأنا كنت شايفة إنه بجد هي كانت موفقة، لأن كل الناس قالت لك إيه ده بقى ده؟ آه هي الشخصية كده. اسمع يالا. يالا؟ بلاش يالا. يا سيد المعلمين، لما تعيش جنب الناس النضاف تتدرى فيهم أكتر. تعدد الأزواج للمرأة هي قضية شائكة وجريئة لم يخش القائمين على مسلسل الحرباية تناولها. احنا ما بنقولش ان كده صح علشان الستات تعمل كده، وهي الستات مستنيانة ده، الستات بسم الله ما شاء الله، يعني لو عايزين يعملوا حاجة يعملوه. الحرباية هو أول تعاون بين دينا وهيفا وهبي. أول تعامل مع هيفا شغل، بس هي صاحبتي أنا بحبها، يعني هي في الحقيقة زي الشغل. أثارت هيفا وهبي التساؤلات في تدوينة نشرتها عبر حسابها الشخصي على تويتر، بتتهم فيه إعلام طلقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بالتعتيم على مسلسلها. غرابيب سود هو العمل الأجرأ في رمضان، حيث يسلط الضوء على الحياة الداعشية ويناقش قضية انضمام النساء لتنظيم داعش. جمع المسلسل أبطاله من 7 دول عربية، فمن مصر شارك فيه مع دينا سيد رجب ورامز أمير. يا أخت شفي وجهك وشعرك الأخ خالد. غرابيب سود بنصوره بقالنا سنة وشهر، كل المشاهد صعبة، ومن أصعب المشاهد اللي اتعرض امبارح اللي هو التفجير وأنا بجري ده، أنا قعدت أكح 7 أيام يمكن أسود، لأن كل ده كاوتش عربيات بتحرق ببنزين، فبجد كان صعب أوي. ابعدوا، ابعدوا من هنا، ابعدوا، ابعدي. تعرض المسلسل لانتقادات وتم اتهامه بأنه بيشوه صورة الإسلام. أي حد بيناصر التطرف هيبقى ضد المسلسل، بس اللي ما بيناصرش التطرف مش هيبقى ضد المسلسل. أما عن تهديدات داعش لمسلسل غرابيب سود، لم يتم تهديدي شخصي جيل الام بي سي مباشرة إن هم هيفجروا مكاتبهم ويقتلوا الممثلين. شاهد مسلسل غرابيب سود تغيير أكثر من مخرج، فهل أثر ذلك على دينا؟ ارتبكت يمكن أول ما عادل مشي، لأن هو اللي كان محضر معايا كل حاجة وما كنتش حابة إنه يمشي. صرحت دينا لكاميرا عربود إنها رفعت أجرها مؤخراً، يعني رفعت أجري شوية بس مش كتير، وإنها كمان مش بتهتم بترتيب اسمها على التتر. لا والله أجيب لك عادي، ما فيهوش أي اسم ولا حاجة، هم اللي حاطينه، أنا ما بطلبش حاجة، لا هم اللي مرتبيني والله. غرابيب سود وسود الجبال. أقسم بالله ما هرتاح إلا ما أتبعك. عايز تقتل البطن اللي شالتك 9 أشهر.
في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم بتشتد المنافسة بين النجوم والأعمال، ولسه مستمرين معاكم في متابعة ردود الأفعال على حلقات الأعمال الرمضانية بعد عرض عدد من المسلسلات والبرامج. يا أختي دي غالبا الكلبة ماتت قبل ما توصل للدكتور. بعد انتهاء حلقة برنامج رامز تحت الأرض واللي كانت الفنانة منة فضالي ضيفة فيها، انتشرت عدة تعليقات عبر موقع تويتر وعلق كتير على صراخ منة فضالي، ودش أنا مستخدمه تويتر هاشتاج منة فضالي حول ردة فعلها في المقلب وكيفية تعاملها معه وانتقامها من رامز بعد كشفه حقيقة المقلب. وكانت أبرز تعليقات النهاردة: منة فضالي وفرت مجهود البنت اللي بتصرخ وصرخت مكانها، منة فضالي جاية تصوت بس. أنا زي ليها إيد في إنقاذ الطيارة، مش مخطفاها. أكيد في حاجة غلط. انتهى فريق عمل مسلسل أرض جو من التصوير اليوم، ولذلك فقد احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بطلة العمل مع الفنان محمد كريم والفنانة فريال يوسف والفنانة شيرين أبو العز بهذه المناسبة. فنشر محمد كريم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو وهم بيغنوا وبيرقصوا فيه على طريقة إعلان إحدى شركات المحمول الكبرى. أنا مش هخرج من هنا غير وبنتي معايا. شاهدت أحد الحلقات من مسلسل طاقة نور قيام الفنان هاني سلامة بإنقاذ طفلة من الحريق، وده بعد دخوله وسط النار لإنقاذها. وقال هاني في أحد لقاءاته أنه رفض الاستعانة بدوبلير في هذا المشهد نهائيا رغم خطورته، ولكنه أصر على تنفيذ المشاهد بنفسه حتى يكون أكثر مصداقية لدى المشاهدين. مش مهم اللي يرضيك أنت، المهم اللي يرضينا أنا. دي حرب وإحنا لازم نكون قدها. تسمح لي بالرقصة دي يا دكتور هشام؟ يا بختك يا إتش. أكيد طبعا. تنافست النجمتين نيلي كريم وزينة في إبراز عداوتهم الشديدة ضمن أحداث مسلسل لأعلى سعر من خلال نظرات ومواقف أشاد الجمهور بدقتها، وعكست حجم العداوة الكبيرة بينهم في المسلسل، وهو ما ظهر في مشهد رقصة جميلة وهشام أحمد فهمي تحت أنظار الليلة التي ظلت تنظر لهم بنظرات قاسية. خلصت حلقتنا، وما تنسوش تتابعونا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي او روتانا.net. شكرا للمتابعة، نشوفكم بكره.